سمحت جماعة أولادنا تتقتل وأولادنا تتعذب مو بهالسهولة تعال خلنا تنتهي لا يبقى التجمع قانوني أنا في الواضح أي وين التجمع القانوني؟ معانا منها في استهداف الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب لفقت له السلطات الحاكمة في البحرين تهمة جديدة ألا وهي تهمة بث بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بحسب تصريح المدعو محمد صلاح رئيس ما يسمى بنيابة المحافظة الشمالية. أحدث تهمة توجه إلى الحقوقي المعتقل منذ أكثر من شهرين تأتي عقب نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لمقالة له تطرق خلالها إلى استدعائه للتحقيق في شهر يونيو الماضي إثر لقائه بوزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي كان في زيارة للمنامة. السلطات الخليفية التي وصلت سمعتها إلى الحضيض في المحافل الدولية ادعت بأن بيانات رجب تنال من هيبة المملكة واعتبارها، فاسم البحرين مقترن اليوم بممارسات التعذيب الوحشية التي كان آخر ضحاياها الشهيد حسن الحايكي. تحتل اليوم المرتبة الأولى عربياً على صعيد عدد المعتقلين بالنسبة لعدد المواطنين، وأيضاً تحتل مرتبة متأخرة على صعيد حرية الصحافة. والبحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي يحكمها رئيس وزراء أوحد ومنذ استقلالها. أي شيء هالقوانين ما عاد يطبقها عليكم، انت علاقتنا وياكم واللي يطبق عليكم ويطبق علينا احنا. واليوم البحرين هي البلاد الوحيدة في الدنيا التي تستعين سلطاتها بستة جيوش أجنبية لمواجهة شعب أعزل يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلتها شرائع السماء وقوانين الأرض. وبعد كل ذلك فهل أبقت عائلة آل خليفة من هيبة واعتبار للبلاد؟ لتوجه اليوم مثل هذه الاتهامات للحقوقي نبيل رجب الذي لم يطالب إلا باحترام حقوق الإنسان الذي كرمه خالقه وانتهكتها هذه العائلة الباغية.